حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وهي جودة المنتج العقاري المصري. ايه يعني ايه جودة المنتج العقاري المصري؟ ايه المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في هذا المنتج عشان يقدر ينافس اقليميا وعالميا؟ طبعا قبل كجودة احنا بنتكلم على حاجتين. طبعا ان هو يكون في الاستدامة، بمعنى الاستدامة طبعا بمحاورها بمبادئها ال 17 والمحاور الرئيسية الثلاثة بتاعتها، سواء المحور الاجتماعي، المحور البيئي، والمحور الاقتصادي. المحور الاجتماعي بيتمثل مثلا في ان يبقى في مساواة بين الافراد، بمعنى ان لو انا بعمل مبنى اداري، بعمل مبنى سكني، جميع الافراد لازم يخشوا من نفس المبنى، سواء متحدي الاعاقة او جميع يعني ان هم ما فيش تمييز. انا اقصد هنا نقصد ما فيش تمييز، فبعمل رامب لازم يكون فيه في التصميم مثلا، في مرحله التصميم يكون في رامب مثلا معين، او اسانسير يطلع دور واحد لمتحدي الاعاقه ان هو يقدر يخش المبنى. لو حد عنده ضعف بصري بقدر اعمل علامات بيرل تقدر ان تساعده ان هو يروح مثلا التويلت، يوصل لمكتبه. لو مثلا ما عملش نافوره او سلالم، فكتصميم انشائي من ناحيه الاستشاريين تعوق حركة المتحدي الإعاقة. الرامب ذات نفسه ده على مستوى العمارة. على مستوى المدن الرام الرصيف ذات نفسه يبقى فيه رامب الناس تقدر إنها تمشي عليه، يبقى فيه مسار للدرجات لتشجيع طبعا الطاقة النظيفة. من ناحية ده جزء من ناحية الاستدامة، من ناحية الاجتماعية. الناحية البيئية طبعا إن أنا بحاول أزود المساحة الخضراء، لأني طبعا إحنا عارفين المساحة الخضراء دي بتقلل او بتمتص الانبعاثات الكربونيه اللي بتسبب اصلا مشكله الاحتباس الحراري اللي بتزيد درجه حراره الارض، وطبعا بتعلي ارتفاع المحيطات والبحار من تقريبا لكل سنه ترفع المنسوب بتاعها. فطبعا انا بحاول من خلال العماره الخضراء ان انا اقلل. يعني ايه عماره خضراء؟ نحاول برضو نبسطها، ان انا ازود مساحه المساحات الخضراء الموجوده، وان انا احاول ان انا اسطح ذات نفسها يمكن في المدن الجديده انها تبقى عليها مساحات خضراء. اعاده تدوير القمامه من المنبع دي احد الحاجات دي من التنميه المستدامه، برضو احنا بنتكلم عن التنميه المستدامه. دي بتفيدني ان انا بقدر افصل المنتجات الصلبه، اقدر استخدمها ان انا اولد بيها كهرباء طاقه نظيفه تقدر ان انا استخدمها في شبكه الكهرباء. اخر نقطه طبعا الجري ووتر او الميه المستخدمه مثلا في الاحواض، اقدر ان انا اعيد تدويرها مره اخرى، اقدر ان انا اسقي بيها او اعمل بيها ري بالتنقيط. فانا شايف ان دي عوامل لازم كلها تكون موجوده في المدن الجديده او في العمارة. من ناحيه التنميه الشامله لازم تبقى الخدمات لازم تبقى كلها موجوده، يعني من مستشفيات، من جامعات، من مدارس، لازم كل ده يراعى تخطيطه من البدايه في وده موجود في المدن الذكيه. ان انا اخطط في الوجود، يعني انا مثلا مدينه زي العاصمه الاداريه المخطط ليها انها تستوعب حوالي 5 مليون مواطن. لازم ان في عندي الخدمات كعدد سراير انها تكفي المواطنين دول كخدمات، جامعات تقدر تكفي عدد المواطنين المتوقع ان هو يوصل يسكن في هذه المدينه، عدد الصيدليات، جميع انواع الخدمات المطلوبه.